وبحمده وشكره تدوم النعم والخيرات وتنال الفضائل والمكرمات. نحمده سبحانه وتعالى حمد المؤمنين الصادقين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، والسلام سنة جعل الله ثوابها عظيما وأجرها موفورا. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله يوم القيامة بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وإن هذا الفضل وهذا الثواب لا يناله إلا من صحح نية التعبد والتقرب إلى الله، واستحضر حكم ومقاصد الشرع في الأضحية، والتزم أحكام الشريعة في اختيار الأضحية وشرائها وذبحها والأكل منها والتصدق منها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم انصر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح به وعلى يديه. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم احفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي حسن، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، واحفظه اللهم في كافة أسرته وشعبه، وتغمد اللهم برحمتك الواسعة جلالة المغفور له محمد الخامس، وجلالة المغفور له الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك، كما نسألك أن تشمل برحمتك جميع أموات المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.